عاودنا المشكل اللي كاين. السلام عليكم، كنشكر المنابر المنبر الصحفي اللي كيواكب جميع المشاكل ديال المواطنين. اللي عندي هو واحد الشكايه ديال رفع الضرر درتها للسلطه المحليه ولقات استجابه الحمد لله. القايده استقبلتني، استقبلت الشكايه ديالتي واستدعت الطرف الاخر المشتكى به وما عندوش الترخيص، وجات اليوم اللجنه ودارت اللي عليها، داروا المحضر ديالهم ديال المعاينه، فعلا ما عندوش الترخيص وهو كان مسبب لي انا ضرر، سبب لي ضرر لانه كيبيع اثمنه رخيصه، لانه هو ما عندوش ضرائب، ما عنده حتى حاجه، ما عندوش مشكل، ولكن انا كندي ضرائب الفائده الدوله وعلاش تسبب لي فواحد الكساد. وهذاك الشيء درت هذه الشكايه لانه ما عندوش الترخيص، هو عنده صبانه ودار الماكله وسبب لي في ضرر، ولكن السلطه المحليه استقبلتني القايده كاع بنفسها شهاده على الحقيقه، راه استقبلتني واستقبلت الشكايه ديالتي وتبعت الشكايه ديالتي ودارت البحث ديالها، وفعلا لقات ما عندوش الترخيص. وجات اللجنه اليوم فيها العماله وفيها الناس تاع العماله وفيها الناس تاع القياده مختلطه، وفيها الوقايه المدنيه وفيها الناس اللي هي مختلطه، وكانت تحت اشراف الباشا وداروا الخدمه ديالهم، داروا المعاينه ديالهم، وثبت انه ما عندوش ترخيص وكيمارس المهنه بدون ترخيص، وراه داروا محضر ضده. وانا السيده القايده قالت لي بانه غادي يكون التوقيف عنده حتى يجيب الرخصه ديالو او شغله هذاك. المهم هادشي اللي كاين عندي. ما داروش الاغلاق؟ لا مازال ما داروش الاغلاق، ولكن القايده قالت لي الاغلاق هادشي، قالت لي التوقيف هكا عندها مباشره، وكانت استقبال دائما كتستقبلنا وما عندنا ما نقولوا، يعني قائده في المستوى، اول قائده كدير هذه الحمله هذه للمحلات، اول قائده هذا السيد راه كان شحال، هذه هو حال بدون ترخيص، ما كاينش اللي كيراقبوا، ما كاينش اللي ولكن هذه القائده بالذات هي اللي كتجي وكتراقب الحوانت وكتجي دائما عندنا وكتواكبنا دائما كتواكب. هذا شهاده حقيقيه، ما بقاش نقولوها ان السلطه راه كذا، لا ضروري نشهدوا واحد شهاده حقيقيه في هذه القائده، راه ما كاينش. قالت لي حقك غادي تاخذو، الا عندك شي ضرر غادي راه كن هاني فيه هكذا. وفعلا تبعت المسطره شهر هذا تقريبا وهي متبعه المسطره، تثبت انه ما عندوش ترخيص، وقالت لي القرار اغلاق حتى يجيب الرخصه ديالو ويكون عنده امور اداريه. صافي هذا هو، وكان نوجه نداء للمسؤولين باش يعرفوا بان راه حطوا سيده في المستوى، حطوها في المكان المناسب، ولكن هكا راه حنا الحمد لله رجعت الثقه ديالتنا في الدوله ديالتنا، في المؤسسه ديالنا، في الاداره ديالنا. وكنشكر المنابر اللي ديما تتبع هذه الحادث ديال المشاكل ديال الشكايات ديال الناس. كنشكر. شكرا.